The first thing we are going to begin with, أول حاجة بنبدأ بيها طبعاً the learning objectives أهداف تعلم الخاصة بالحلقة. We are going to revise the meaning of some phrases، هنراجع معاني بعض التعبيرات and read a text about school trip وهنقرا قطعة عن رحلة مدرسية and learn about nouns and adjectives وهنعرف إزاي نحول من اسم إلى صفة. Now we are going to match the phrases هنوصل التعبيرات أو هنوصل الكلمات لتكوين تعبير معين. The first column cause, damage, use, leave. cause معناه يسبب، damage يدمر أو يتلف، use يستخدم و leave يترك أو يغادر. The second column العمود التاني rubbish, pollution, the environment, too much water. رابش قمامة، pollution تلوث، the environment البيئة وكمان too much water اللي هو كثيرا من الماء. The first word أو the first وكاب عندي cause. cause what؟ يسبب إيه؟ think for a while، فكر شوية معايا يسبب يس ذاتس رايت. cause pollution هيسبب تلوث نمبر بي. طيب، damage، damage يعني يتلف. Damage what؟ هيتلف ايه؟ Damage the environment هيتلف البيئة أو يؤثر على البيئة بشكل سلبي. use يستخدم يستخدم ايه؟ use too much water هيستخدم كثيرا من المياه وذا last word آخر كلمة هكون بيها تعابير leave rubbish يترك قمامة خلفه when you are uh, having a picnic most of the people leave rubbish after they leave. يعني بعض او معظم الناس بيسيبوا قمامه في المكان اللي هم بيروحوا فيه للمتنزهات مثلا ويسيب القمامه ويمشي it's wrong for sure وده طبعا شيء خطا. We have to collect the rubbish and take us with uh, take, the, uh, take it with us يعني ناخدها معانا ونرميها في سله المهملات. يبقى هنا leave rubbish يترك قمامه. Then we are going to read the letter and Text message about school trip to Ras محمد. هنقرا قطعة وهنقرا كمان خطاب او هنقرا قطعة وهنقرا رسالة نصية عن رحلة إلى راس محمد. طبعا هي محمية طبيعية في سيناء. Dear parents, the bus will be leaving for Ras محمد from the school tomorrow at 6:30 p.m. on Thursday, 11th June. هنا المسؤول ذا ريسبونسبل اوف ذا ذيس تريب المسؤول عن هذه الرحله بيقول للاولياء الامور ان الاتوبيس سيغادر الساعه السادسه مساء من امام المدرسه الى راس محمد يوم ثرسداي يوم الخميس 11 يونيو بليز بليز ميك شور ذات يور دوتر هاز سيتابل clothes فور ذا سويمنج اند diving تريبس تو ذا كورال ريفز اون Monday. and tuesday تقول لهم كمان لو سمحتوا تأكدوا ان البنت بتاعه حضرتك معاها آم 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 يعني ملابس مناسبه للسباحه والغطس في منطقه الشعاب المرجانيه يوم الاثنين ويوم الثلاثاء they will also need good trainers and sun hat for the visit to the mangrove forest كمان هم هيحتاجوا يعني طاقيه او قبعه على الشمس علشان زيارة uh, قال, uh, غابة مانجروف on Wednesday يوم الأربعاء. We will be taking part in the conversation project uh, in the mangrove forest and helping to plant new trees. Mm -hmm. ونقوم ببعض المحادثات في هذه الغابة وهنحاول نزرع بعض الأشجار في منطقة غابة المانجروف. This is the text أو this is the uh, letter. ده الخطاب اللي مبعوث من المدرسة. Now there is a تكست مسج رساله نصيه على الموبايل زي ما انتم شايفين هاي ليلى وارنت شيرنج روم تقول لها احنا مش هنقعد مع بعض في اوضه واحده مسز نجوى سيز ذات ذا اولدر ستودنتس هاف تو هيلب لوك افتر ذا يانجر جيرلز لان مس نجوى قالت ان البنات الكبار في السن زينا لازم يعتنوا بالفتيات الصغيره فهنقعد مع الفتيات الاصغر سنا ونعتني بيهم كان وي ميت ات ذا سكول جيتس تومورو مورنينج ات 6 اي ام ممكن نتقابل بكره عند باب المدرسه او البوابه الساعه 6 صبح ليه؟ I need to give you the trainers I'm lending you so that you can put them in your suitcases. انت طلبت مني احذيه رياضيه وانا هجيبها لك معايا الساعه 6 الصبح تاخديها عشان تحطيها معاكي في الشنطه بتاعت الرحله. We have read the text and the letter. Let's answer طبعا the sender is حبيبه، حبيبه هي اللي بعت هذه الرساله. Let's answer some questions or complete these sentences. The school is going on a trip to Ras Muhammad from 2 June. يعني الأولاد هيروحوا الرحلة راس محمد من يوم إيه ليوم إيه في شهر يونيو. From Sunday 7th من يوم 7 يوم الحد to Thursday 11th ليوم الخميس هيرجعوا يوم الخميس يوم 11. The students are leaving the school at هيسيبوا المدرسة الساعة؟ Yes, that's right. At 6:30 am هيسيبوا المدرسة الساعة 6:30 صباحا. On Sunday morning يوم السبت صباحا. On Monday and Tuesday they are going swimming and visiting the يوم الاثنين والثلاث هيروحوا للسباحة ويزوروا الشعاب المرجانية اللي هي Coral, coral reefs on Wednesday they are taking part in a natural conversation, conservation I'm sorry هيقوموا بعمل آ, محمية طبيعية أو حماية البيئة project هيعملوا على مشروع حماية البيئة بتاعهم in the mangrove forest في غابة المانغروف ليلى is meeting her friend ليلى هتقابل صدقتها مين؟ the حبيبة يبقى ليلى هتقابل حبيبة at the school gate الساعة كام عند بوابة المدرسة at 6 a.m. الساعة السادسة صباحا ليلى عند حبيبة ارنت اروم يعني هما مش هيبقوا في نفس الحجرة ارنت تشيرنج اروم لن يقوموا بالمشاركة في نفس الحجرة because they are looking after younger girls لأن هما هيقوموا برعاية الفتيات صغيرة السن. Now we are going to learn a part of grammar how to change from a noun to adjective دلوقتي هنتعلم جزء بسيط من اجزاء الجرامر ازاي نحول من اسم الى صفه let's see how تعالوا مع بعض نشوف ده now we are going to know how to change from noun to an adjective

using a l تعالوا مع بعض نشوف مثال environment it will be it's a noun معناه البيئة environmental We we have to help how to keep our environment clean. يجب أن نحافظ على the environment. When I use environmental, I can say a lot of traffic in our roads can cause environmental problems. يعني كثير من الحركة المرورية على الشوارع بتاعتنا بتسبب مشاكل بيئية. يبقى environment means be or ba. I'm sorry. اما environmental be or ba. Okay. Another. word music it will be musical I like music or musical I like music أنا بحب الموسيقى I can play a musical instrument which is the guitar أنا بعرف أعزف على آلة موسيقية ما أقدرش أقول موسيقى بقى بعزف آلة موسيقية اللي هي الجيتار يبقى ميوزك مينز موسيقى اما ميوزيكال معناها موسيقي او ليه علاقه بالموسيقى انذر وورد ناتشرال او ناتشر which will be natural we have to keep our nature clean لازم ان نحافظ على نظافه الطبيعه اوكي okay? i like to eat natural uh, kind of food يعني أحب أكل حاجات طبيعية not, make, uh, not made in the factories مش معمولة في المصانع أنا بحب الحاجات الطبيعية أكتر يبقى natural يبقى natural معناها الطبيعة أما natural معناها طبيعي another word كلمة كمان tradition traditional tradition معناها تقاليد traditional معناها شيء تقليدي اقول it's a tradition من التقاليد to visit our family uh, during these days. يعني اثناء الاعياد بنزور العائله ده تقليد عند معظم الناس وممكن اقول traditional اقول uh, during Um, some festivals في أحياء في بعض الاحتفالات we wear traditional clothes بنلبس ملابس تقليدية يبقى to change from noun to noun to دي تو بقى تو واحدة to change from noun to adjectives we use al بنستخدم ال عشان أحول من اسم إلى صفة تعالوا مع بعض نشوف بعض الأمثلة Choose the correct words. تعالوا مع بعض نشوف الجملة الصحيحة هل هي نون ولا Adjective. For example, the desert is difficult environment or environmental to live in. بيقول لي الصحراء هي منطقة أو بيئة ولا بيئي صعب أعيش فيه. أعتقد إن هي بيئة صعبة للحياة. يبقى هنا environment not environmental. It's a noun. استخدمت هنا الاسم من من كلمة البيئة فأصبحت It's difficult environment. Another sentence. جملة تانية. Tourists love to visit tradition or traditional villages. السياح بيحبوا يزوروا هل القرى تقليدي ولا القرى التقليدية؟ أو يبقى هنا traditional villages اللي هي القرى التقليدية. It's an adjective. Another Sentence: storms and floods are العواصف والفيضانات هي nature or natural events، أحداث طبيعة ولا أحداث طبيعية؟ يبقى yeah, that's right it's an adjective، يبقى yeah, natural events، أحداث طبيعية. Another sentence: we like playing music or musical together. We like playing بنحب عزف. الموسيقى ولا الموسيقي مع بعض for sure it's noun نحب نعزف موسيقى together مع بعض another sentence cars in the desert can cause environment or environmental problems السيارات في الصحراء يمكن أن تسبب مشاكل بيئة ولا مشاكل بيئية it's an adjective هي صفة مشاكل بيئية يبقى environmental problems and now we are going to predict about the following with using am is are going to plus verb in the infinitive تعالوا مع بعض هنراجع ازاي نستخدم going to في الفيوتشر فاكرين ان احنا بنستخدم going to للتعبير عن intention نيه كمان something which is about to happen شيء على وشك الحدوث and to express للتعبير عن uh, evidence او something which happens according to evidence او prediction with evidence تنبؤ بدليل بنستخدم am is are verb to be then going to then the verb in the infinitive form am is are اللي هو verb to be و going to بعدها الفعل في التصريف في المصدر تعالوا نشوف مع بعض بعض التنبؤات او الاسئله الخاصه بالجزئيه دي my alarm clock didn't go off this morning بيقول ان المنبه بتاعي ما uh, didn't go off this morning ما انطلقش أو ما 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 اشتغلش في الصباح طب التنبؤ هيحصل إيه أو اللي يحصل بعد لحظه طب إن عربيك أكيد هيبقى متأخر so we can use going to I let you to think for a while فكر شوية. نستخدم going to يبقى لازم ايه мы изо going to والمصدر very good يبقى I am going to be late انا كده هتاخر اوكي okay? اللي هيحصل عندما لا لا يرن المنبه اني هتاخر ومش هقوم في ميعادي another sentence it's lunch time but i forgot my lunch it's lunch time but i forgot my lunch i'm at school انا في المدرسه with lunch time at the break دلوقتي احنا في الفسحه في ميعاد

It's nearly the end of the holidays. تقريبا احنا في نهاية الأجازة أو في آخر يوم من أيام الأجازة. أوكي okay? What's going to happen after a while? لما تبقى في آخر الأجازة معناها إنك you are preparing yourself to go to school. أنت بتحضر نفسك خلاص وبنشتري بقى الهدوم بتاعت المدرسة ونروح ندفع المصاريف والحاجات دي. يبقى أنا بجهز نفسي للرجوع للدراسة مرة أخرى. بنعمل إيه؟ Yes that's right. يبقى our prediction بتاعي we are going to go back to school. احنا بنستعد او هنعود مره اخرى للدراسه. Now Hannah's phone او Hannah's phone is ringing. تليفون Hannah بيرن. Hmm? What is she going to do? هي هتعمل ايه؟ اكيد لما التليفون بيرن بنعمل ايه؟ Answer it. أكيد هي هتجاوب. يبقى but was using going to باستخدام going to That's right. She is going to answer it. she is going to answer her phone or she is going to answer it. Now we are going to see a timetable uh, about Judy from Judy's diary and choose a correct time expression. هنا جودي كاتبه في المذكره بتاعتها الحاجات اللي هتعملها في ايام متواليه ورا بعض. اوكي؟ okay. Now we are going to choose the first or the correct time. On Saturday 12th يوم السبت يوم 12 uh, السبت بتقول Now she is playing tennis. هي hey, دلوقتي بتلعب تنس from 12 p.m. طيب on Sunday 13 يوم الحد بقى هتعمل ايه دو بروجكت بتعمل المشروع بتاعها اون Monday يوم الاثنين فيزيت جراند مادر اللي هو يوم 14 then the next Saturday بعد اسبوع on 19th يوم 19 يوم السبت اللي بعده walk in the mountain هتقوم بعمل جوله في الجبال او تمشيه في الجبل on Sunday 20 يوم 20 صندي she is doing nothing مش تعمل حاجة on Monday 21st يوم الاثنين 21 she is going to a school trip to the museum أو she is going on a trip to the museum هي رايحة في رحلة إلى المتحف تعالوا مع بعض نشوف الأمثلة Judy is playing tennis Judy بتلعب تنس now or this evening she is playing tennis this evening at 8 uh, p.m. ساعة 8 مساء. Now it's 12 a.m. هي a.m. مش p.m. الساعة 12 صباحا. الساعة 8 هتلعب تنس. طيب. Another sentence. She is working on her project. هتشتغل على المشروع. تعالوا نشوف working on the project on Sunday يوم يوم الحد. هل هي tomorrow ولا in two hours بعد ساعتين؟ يوم الحد يبقى because it's today is Saturday النهارده السبت. يبقى تومورو هتشتغل على المشروع يوم الاحد تاليا افتر ذات شي از فيستنج هير جراند ما هتزور جدتها هل تومورو اور ذا داي افتر تومورو لو شفنا فيستنج جراند ما اون 14 يوم 14 يوم الاثنين وتوداي ساترداي يبقى نوت تومورو ذا داي افتر تومورو اليوم اللي بعد بكره هتزور جدتها يبقى ذا داي افتر تومورو Another Sentence She is walking in the mountains. هي هتمشي في الجبال. هل next week or in 10 days time؟ بعد 10 ايام ولا الاسبوع الجاي؟ It is the same day but after a week. يوم السبت نفس اليوم ولكن بعد اسبوع. يعني كنا النهارده today is 12th، النهارده يوم 12، ايه uh, on uh, 19th يوم 19. 7 days. يبقى next week يبقى هي هتذهب للتمشية في الجبال next week then she is visiting the museum هي هتزور المتحف next Sunday يوم الاحد القادم طبعا on the next Sunday after week she's doing nothing مش بتعملش حاجة she didn't write anything in her diaries ما كتبتش حاجة في المذكرات بتاعتها يوم الاحد يبقى in nine days time بعد تسعة أيام من الميعاد اللي احنا فيه اللي هي بتلعب في التنس بالليل يبقى هي هتروح الرحلة in nine days time بعد تسعة أيام. Now we are going to expect what is going to happen right sentences. هنشوف بعض الصور ونتوقع إيه اللي هيحصل وهنكتب جمل. Okay. The first picture. This is a girl and there is a wind or something like that. Let's expect. تعالوا مع بعض نتوقع. يبقى. What's going to happen? إيه يحصل. There going. There is going to rain. الدنيا هنا هتمطر. يعني هنا في سحاب. المفترض قبل المطرة دي في الصورة. وفي سحاب والبنت واحدة معها الشمسية يبقى. It's going to rain. الدنيا ستمطر أو السماء ستمطر. Another. sentence before the girl reaches the end of the race قبل ما البنت توصل لنهاية السباق كان مفترض ان احنا نعمل prediction نتنبأ was evidence هي الأولى في بداية السباق فهي لا تفوز يبقى البنت هنا هتفوز بالسباق يبقى she is going to win the race هي سوف تفوز بالسباق and then this young woman is carrying a lot of dishes and she is going to split يعني هي زحلقت تقريبا وشايلة أطباق كتير فهيحصل لها ايه yes that's right she is going to fall to the ground with the dishes هتقع على الأرض بالأطباق اللي معاها and they are going to be broken وهي كسرو. another sentence or picture هنا it's the beginning of a little wind it's going to be very strong wind دي بداية رياح بسيطة الرياح بعد شوية هتكتر قوي وتبقى قوية لما الرياح تبقى قوية يبقى هيبقى في بداية العاصفة أو هيبقى في عاصفة يبقى هنقول there is going to be a strong storm أو a storm يبقى هنا there is going to be a storm we have reached the end of our episode we have read some texts and we learned how to change from a noun to an adjective قرينا او خدنا النهارده بعض المفردات وتعرفنا بعض تكوين بعض الفريزز اللي هي التعبيرات من خلال ربط كلمتين مع بعض كمان اتعرفنا على ازاي نحول من اسم لصفه And we have revised the structure of going to. we have also used the general going to to express the future. we is R plus going to plus uh, the verb in the infinitive form. M is R going to okay? And we have made some expectations with evidence. We have some the That is the end of our episode. Till we meet again, thank you for watching. Goodbye.